بخلقنا والمسلمين. اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، لطف بنا يا لطيفا يا عليما يا خبير، يا من لطفت بخلق السماوات والارض ولطفت بالأئمة في بطون امهاتها، لطف بنا في قضائك وقدرك لطفا جميلا يليق بكرمك. يا خفي الالطاف نجنا مما نخاف وادركنا بلطفك الخفي ارحم الراحمين، وحفظنا والمسلمين بالطوافك الخفيه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليخرجكم من
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سريعة، ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أبقعه الفقر وأغناه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية، ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية، ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى. قل أمره الشريف كان شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. يا محلاها نور وجلال يغشاها
وسط سحبا اطلب من مولاك الرحمة واساله الرضا وادعي له شفاعة ودعي الله
لحر طمع الجلب لا حرم دون بدم سعيت ونداء في قلب تغنيت أنا ضيفك يا رسول الله دخلت على الكعبة بربي بالتوبة مجددها لربي ودخلت على الكعبة بربي بالتوبة مجددها لربي وفت النور زمزم قلبي أنا ضيفك يا رسول الله في صيد
زايا لها للرحيم
Oh,
يا حنا وحنا عالي يا قوم فؤادي من هدي
فاذكروا الله
ليضل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب آمنت بالله صدق الله مولانا خالقنا العظيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى من نحن في رحابهم وعلى أعدامهم رضي الله عنهم نقرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا رب وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الأعلى إلى يوم الدين صل عليه حتى يرضى اللهم وصل عليه بعد الرضا اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا عافنا واعف عنا إلى غيرك لا تكلنا جئناك تائبين فاقبل توبتنا واغسل حوبتنا وتول أمرنا إلى غيرك لا تكلنا يا رب العالمين يا الله عبيدك الفقراء المساكين قد وقفوا على أعتاب بابك فلا تردنا خائبين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا قاضي الحجاج يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا اجعلنا من الذين يقرؤون حروفه ويقيمون حدوده ويعملون بمقتضاه على الوجه الذي يرضيك به عنا يا رب العالمين يا الله اجعلنا من الذين يقرؤون فيرتقون حتى نلبس تاج الكرامة يوم القيامة يا الله اللهم يا رب وفق طلابنا لما تحب وترضى افتح عليهم فتوح العارفين وثقهم في امتحاناتهم يا رب العالمين يا الله رد إليهم ما حفظوا عند الحاجة إليك اللهم أرسل البهجة والسرور والفرح والقبول إلى بيوت المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم أقر أعين الآباء والأمهات والأساتذة جميعا بفرحة الطلاب ونجاحهم اللهم برحمة منك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم واجعلهم قرة عين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يا رب وسلم اللهم يا ربي إن حبيبك قد أخبرنا أن هذه الأيام المباركة هي خير الليالي عندك يا الله وأنت أقسمت بها فقلت والفجر وليال عشر اللهم فلا تحرمنا أجرها يا الله اللهم ولا تحرمنا فضلها يا الله ولا تحرمنا بركتها يا الله اللهم لا تحجبنا عنا بذنوبنا وتقصيرنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المقبلين عليك في هذه الأيام المباركة اللهم اجعلنا من أهل تلاوة القرآن
واجعلنا من أهل القيام يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من أهل الصيام. اللهم واجعلنا من أهل التقرب إليك بالطاعات والقربات بكل ما ترضى يا الله، وبكل ما تقرب به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح منا النيات، اللهم اجعلها مقبولة عندك يا الله. اللهم ارزقنا خير الأعمال، وارزقنا خير الاقتداء لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. اللهم يا رب تعلم أن أرواحنا وقلوبنا متوجهة إليك. اللهم تشتاق إلى زيارة بيتك الحرام. اللهم تشتاق إلى الوقوف في عرفات. اللهم تشتاق إلى رمي الجمرات. اللهم تشتاق إلى الطواف حول بيتك. اللهم والسعي بين الصفا والمروة. تشتاق إلى الوقوف في منى. اللهم يا رب فلا تحرمنا الحج في الأعوام القادمة يا الله. اللهم اجعلنا ممن سمع نداء سيدنا إبراهيم ودعاء سيدنا إبراهيم وأذان سيدنا إبراهيم. يا من أمرت سيدنا إبراهيم، يا رب إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، اكتب لنا حجا في الأعوام القادمة يا رب العالمين. لا تحرمنا الحج والعمرة. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين يا رب العالمين. وخشيته منك وإن عفوت عني، وخشيته منك وإن عفوت عني. اللهم يا رب إن حبيبك قد أخبرنا أنك تتجلى على أهل الموقف في عرفات فتغفر لهم ولتائبهم وللمستغفرين منهم، فأشركنا بالأجر معهم يا الله، أشركنا بالأجر معهم يا الله، واجعلنا من الذين يفرحون بلقائك فيقولون ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. واجعلنا في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اجعلنا لحوض نبينا من الواردين ومنه من الشاربين ولقائك من الفرحين. اللهم يا رب لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. يا من قلت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا تحرمنا هذه النظرة بذنوبنا وتقصيرنا يا رب العالمين. واجعل آخر كلام لنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. نقرأ سورة الفاتحة لانقضاء الحوائج وتفريج الكروب وتيسير أمور الطلاب، وهذا كل واحد في حاجته. الأمر الثاني إخوان، إن شاء الله الجمعة القادمة ما في مجلس لأنه أيام عيد، يعني الجمعة القادمة ما عندنا مجلس للي بعد إن شاء الله. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ودعهم على ذكري الغني حقيقة تكن ذليلا فالطابع للطبع يسرق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان، كبر أيها الإنسان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. تكرارها ما أحلى، ما أبهاه ما أعلى، تثني العبد من مولى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا
تغفل عنها ولا تترك تنزيها المولى. إن المثل الأعلى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. ذاكرها لا يشقى لا ينال فرطا، هي العروة الوثقى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لازمها يا إخوان نوروا بها الجنان، إن مفتاح الجنان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لازمها في الأسحار والعرش والإنكار، تستمد من أنوار، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار، أن أفضل الأذكار، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه، خاتم رسل الإله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة راح يتوضا ونسى الجوال بالموضة، اللي وجد الجوال يعني يجيب لنا اياه الله يجزيه خير، اللي لقى جوال بالموضة صاحبه ضيع الله يجزيه خير ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. استاذ دكتور